السلام عليكم. رح نكمل هلا بشابتر 11 مادة الفاينل، وأول شيء اعذروني إني كثير سريعة بشابتر 10، يعني مرقت هيك حسيت حالي سريعة بالحكي، فأي نقطة ما فهمتوها أنا آسفة وابعتولي. تمام؟ طيب هلا بالنسبة ل شابتر 11 هو أساس مادة الفاينل، الإشي اللي جديد علينا اللي هو الإس إن والإي. تمام؟ هلا يعني هذا الشابتر عن جد حفظ ولازم تكونوا مركزين كثير فيه، لأنه فيه كثير أشياء لازم تنحفظ، فافهموا منيح. افهموا بعدين احفظوا. هلا اول شيء بحكي لك عن بالنسبه للاستبدال. الاستبدال هو شو؟ هو انه زي هيك في عندي RL، تمام؟ R مع living group. هاي living group بتروح بيجي محلها شو؟ nucleophile. تمام؟ هيك اللي حيصير. هلا ليه nucleophile؟ nucleophile هو عنده وفره الكترونات، بيقدر يطرد living group ويجي محلها. مش اي شيء بيقدر يكون living group، يعني مش اي شيء بيقدر يطرده. رح نحكي لقدام ايش هم الاشياء. هلا بس كان نيوكليفايل شو ممكن يكون فيه شيء هون؟ بحكي ممكن يكون الاو نيوكليفايل او الاس نيوكليفايل، الان نيوكليفايل، الهالوجين، الكربون، بس بي يعني باشكال معينه مثل او اتش ماينس، زي هيك زي هيك. هدول مش حفظ بس لازم تكون عارفهم لانه رح يجوك محل هاد. تمام؟ فلما يجي محل هاد تكون مركز انه هاي الاشياء هاي الاشياء هي ممكن تكون نيوكليفايل. تمام؟ بس يعني مش شيء كثير بفهم معك. هلا بحكي لك انه اول شيء بيجي بعطيك انه جنرال اكزامبلز، انه عندك هذا عباره عن نيوكليفايل هي مع الاو هي ماينس، وعندك هذا CH3CH2Br، حتكون ليفنج جروب من البي ار بتروح بتيجي محل هون، وين بربط؟ من محل الاو من ايش الماينس، بربط هون CH3CH2O-CH2CH3، عفوا الاو طبعا بتبطل ماينس، اكيد الاو بتبطل ماينس رح ما تربط 100%، بس انا بدلني انه هي من عندها رح يكون مكان الربط، بس هي اكيد طبعا رح تصير مش ماينس، طالما ربطت اكيد مش ماينس. رح انبه بس على هو هذا المثال المهم، بس في هون اشي قبل، انه اذا اجاك مثلا NACN، LICN، مثلا يعني اي اشي اجاك مع من العناصر المجموعة الأولى، اي اشي بعتبره هذا العناصر المجموعة الموجب فبلغيها، فكأنها الماينس موجود هي لحالها، كأنها CN ماينس هو نيوكليفايل وخلصنا. تمام؟ طيب هلا انا قلت لك انه ممكن تحتاج بالفاينل تفاعلات السكند زي هون. هلا هذا التفاعل عباره عن شو اخذناه باحد تفاعلات السكند، انه عندك هذا الالكين تحديدا هو تيرمينال الكين زائد NaNH2، شو بعتبرها؟ بشيل ال Na بعتبرها NH2 ماينس. تمام؟ اللي حيصير اخذناه قبل، اللي حيصير انه بتروح ال H تبع التيرمينال الكين، بتروح ال H بتصير ايش في عندك؟ C ماينس. تمام؟ هلا هذا C ماينس بوجود NH2 ماينس، هيك هو كان تفاعل. هلا هاي C- ايش رح يصير فيها؟ رح يصير متفاعلها مع RX. ال RX اللي حيصير انه هذا عبارة عن نيوكليفايل وال RX هو اللي فيه ليفنج جروب، فبتروح هاي CL. تمام؟ بعد ما تروح هاي CL بربط ما عندها محل عند الماينس اللي هو عند هاي C. إذا هون ما جاب لي تفاعل جاهز والله RX مع نيوكليفايل، لا، هون أعطاني أنا أحضر نيوكليفايل بهاي الطريقة بعدين اتفاعل مع ال RX وكون لي هذا الناتج. تمام؟ إذا انتبهنا على شغلة، ممنوع أنا أخلي الماينس، ممنوع الماينس بتروح لما أربط، ركزوا بهاي النقطة. هلا نبلش بالـ SN. الـ SN ميكانيزم كود بي SN2 SN1، يعني أنا عندي reactant و product، عشان أوصل لهذا البرودكت عندي طريقتين، يا SN1 يا SN2. طب كيف هذا الإشي؟ حسب شو؟ لحسب في عنا هلا مخططات وآخر المادة رح ندرسهم، هاي المخططات هي بتدل لي إنه والله A إذا كان 1 2 3 حيتفاعل بـ SN2، إذا كان إشي تاني حيتفاعل بـ SN1. تمام؟ بس هلا رح نفصل، رح ناخذ كل ميكانيزم لحال، ورح ناخذ ايش اللي بيصير فيها وخصائصها، وبعدين لما يعني بالاخر يكون عنا هيك صوره عامه عن التنتين الميكانيزم هذول، ناخذ مخطط كيف اميز بيناتهم، فعشان ما تستعجل كيف تميز وكيف حتحل اسئله الامتحان، اول شيء ستيب باي ستيب. هلا اول شيء عندك هون الـ SN2 ميكانيزم، اللي بصير بـ SN2 ميكانيزم عندي ان زي هذا CH3 مع X، وعندك النيوكليفايل. هلا هذا هو اللي بصير النيوكليفايل بيهاجم من الخلف، ليه من الخلف؟ عشان في تنافر، ما يصير تنافر مع الاكس، فهاجم من الخلف، مش مهم. المهم عندك احكي لك انه اللي بصير عندي بصير في عندي ترانزيشن ستيت، اللي هي حكي عنها مره حاله خياليه مش موجوده هي فعليا بالواقع. اللي بصير في عندك، في عندي رابطه فورمد، في عندي رابطه بروكن، الاكس عم تتكسر، النيوكليفاي عم تتكون، صح ولا لا؟ ممتاز. هلا هذا الاشي يعني بنفس الوضعيه، انه يعني هذا الاشي ما بعتبره خطوه ثانيه، لهو فعليا يعني مجرد ما حطيت النيوكليفايل مع هذا كسر هذا تكون هذا طلع عندي الناتج، فكله بيصير بخطوه واحده. تمام؟ وهي صار هذا اللي عندي الاشي انا بعرفه بالعاده، هيك اصلا بعمل تفاعل وخلصنا.
اوكي، هلا بيهمني هاي، بيهمني ايش هي ايش هي الخصائص. الخصائص تاعت اس ان 2 اول شيء بصير باكشن بستب واحده. ايش يعني بستب واحده؟ يعني ما في عندي اي انترميديت، في عندي ترانزيشن ستيت. اه طبعا. هلا في شيء لازم نحفظه، في كل تفاعل بالاورجانيك في ترانزيشن ستيت، لكن مش كل تفاعل فيه ايش انترميديت. تمام. هلا بحكي لك سرعه التفاعل شو بتعتمد. هلا عندك ريت اوف اكشن، عندك بتعتمد على الار اكس اللي عندك والنيوكليوفايل، عمد تركيزهم طبعا وقوتهم، ار اكس والنيوكليوفايل. تمام. عشان هيك سميته اس ان 2. ليش 2؟ لانه بيعتمد على هدول شغلتك. تمام لهلا ممتاز. هلا اخر اشي، هاي كتير مهمه الشغله، هاي الاشي شو بحكي لك هون. بحكي لك انه والله بتفاعل اس ان 2 مش كله بصير. اكثر شيء تفاعل يعني اكثر شيء كثير يعني رياكتيف ايش هو؟ لما يكون في عندي مثل هيك مع اتش مع اتش واكس. تمام. هذا هو ذا موست رياكتيف، اكثر من لما يكون برايمري اكثر، وهذا المثل اللي نسميه طبعا سكندري اكثر من التيرشري. وفعليا ركز معي، فعليا التيرشري ما بصير بي اس ان 2. ايش يعني؟ يعني اس ان 1 بصير له، اي ايش تيرشري ما بصير اس ان 2. هيا شوي شوي بنبلش نميز. اذا اذا كان مثل برايمري سكندري الالكيل هيلايد ايش رح يصير وقتها؟ بحدث طريقة اس ان 2. تمام. اما التيرشري لا يحدث طريقة اس ان 2، فعشان هيك حطيناه باخر شيء انه يعني مش رياكتيف اصلا. هلا في عندنا كمان في كتير خطوة كتير مهمة لأنها بتهمك صراحة أكثر من هدلاك. هدلاك خصائص تيجي بتاع دائرة ممكن. هاي الشغلة بتهمك بالحل اللي هي الستيريو كيمستري. بحكي لك بالاس ان 2، ركز معي بالاس ان 2، إذا كان في عندك مثلا هذا هو التفاعل. تمام. وتعال هاي نيوكليوفايل تستبدل محل السي ال وخلص. بس بحكي لك إذا كان اس وار لازم تقلب، يعني إذا كان اس لازم تخليها ار، وإذا كانت ار لازم تخليها اس. إذا كان كايرال واس فبخليه ار، إذا كان كايرال وار بخليه اس. تمام. طبعا مع بضاف خطوط الاستبدال. طبعا شو كيف بعمل اس ار عشان ما ادخل بعجقه هاي القصص؟ بس اقلب الثنتين الامام والخلف. تمام. مع الاستبدال طبعا، مش تنسى الاستبدال. طيب نفس الشيء لو كانت تشير. هلا ما تخافوا انه يعني تشير رجعنا للقصص، لا هو شيء كثير بسيط يعني، بس هيك نوت. هلا لو كانت تشير الاكواتوريال بده يصير اكسل والاكسل بده يصير اكواتوريال، يعني سي ال ماينس هتحتاج محل السي ال. تمام. هاي اول شيء خطوه. ثاني خطوه سدل، ثاني خطوه السي ال اكسل حتى الاكواتوريال اللي محلها حيصير سي ان. تمام. ممتاز. نيجي نحكي عن اخطاء شائعه اللي بصير انه مرات الطالب شو بيعمل؟ بيروح هم خطوتين يتذكر، بيروح بيعمل استبدال وبنسى يعمل الخطوه هاي ار واس. بس هاي منطقيه شوي، ها ممكن نسي هاي المعلومه. بس في ناس ممكن يتذكر الخطوه وفاهم القصه انه الار تصير اس والاس تصير ار وهاي القصص، بس نسي يعمل استبدال. فانت هون يعني انه يعني ما استفدت ولا شيء من اللي عملته. تمام. فلازم انه ننتبه ايش في عندي خطوتين، خطوه استبدال بستبدل اول شيء بعدين بعمل ار او اس. تمام. تمام. طيب هلا نكمل. طيب هلا نيجي لاشياء كثير مهمه، كثير كثير هذا الشيء مهم اللي راح احكيه، اللي هم 3 فاكتورز افكتنج اس ان رياكشنز، اشياء بتاثر على تفاعل الاستبدال. النيوكليوفيليسيتي سترينث، النيوكليوفيليسيتي، نيتشر اوف ليفينج جروب، حكينا من قبل مش اي ليفينج جروب بتروح في اشي اقوى من اشي، والسولفنت. تمام. نبدا باول واحده اللي هي النيوكليوفيليسيتي. ركز معي هون. هلا اول اشي بحكي لك، اول اشي رح احكي عده اشياء. اول شيء عندي هاي النقطه. شو هاي النقطه بتحكي لك؟ بتحكي لك انت عارف انه الاو نيوكليوفايل صح؟ النيو النيوكليوفايل. هلا طالما الاو نيوكليوفايل معناته في عندي ممكن اكثر من حاله تواجد فيها، اللي هو اول صفحه اخذناه او اتش ماينس اتش 2 او. هلا بالنسبه عندك لهذا الشيء او اتش ماينس اتش 2 او، مين فيهم اقوى؟ الاقوى هو السالب. هاي حفظ لما يكون عم بتعامل مع نفس الذره، وانه احكي او مع اس، لا الاو نفسها وجدتها باكثر من شكل، الماينس اقوى. نفس الشيء لما يكون في عندك طبعا الاس، طبعا ممكن يكون ان اس اتش عباره عن اس اتش ماينس، فالماينس اقوى من هاي. تمام. طبعا فور ذا جيفن اتوم يعني ممنوع اقارن، حكينا اي شغلتين مختلفات. نيجي لهذا السؤال. هذا السؤال بقول لك رتب حسب القوه. شو حسب القوه؟ عندك ماينس وعندك ايش؟ عندك يعني نيوترا ما فيه شيء. هلا طبعا يعني حسب القوه مين اقوى شيء فيهم؟ اكيد الماينس، فهي حتكون رقم شو؟ 3. تمام. بينما عندي اثنين سالب، انو واحده فيهم اقوى؟ هلا هاي بتصير على يعني فيها شويه ذكاء بتصير.
انه الاقوى فيهم هو اللي عليه سالب ثابت. شو يعني عليه سالب ثابت؟ يعني عندي هذا المركب طالما فيه دبل بوند هو فيه احتمال يعمل ريزونانس. لما يصير ريزونانس تذكروا كنا نشيل الفورمال تشارجز ونرجع نحطهم مره ثانيه، اذا سالب ممكن ما تضل على الاو، بدل غير ثابته، بدل هاي حتكون هي الاقوى لانها ثابته وهي غير ثابته. يعني هاي سي اتش 3 او ماينس سي وعليها 3 اتش و او، مستحيل اي بحال اول احوال تعمل ريزونانس وحتضل سالب ثابت عليها، فلهيك هي الاقوى. تمام؟ طيب ننتقل للشيء اللي بعديها. بالنسبه للشيء اسمه نيوكليوفيليسيتي والبيسيسيتي. بالنسبه للنيوكليوفيليسيتي بحكي لك انه انا كل ما اتجهت بهذا الشكل هذا الصف هيك بتزيد النيوكليوفيليسيتي. تمام؟ يعني عندك نيوكليوفيليسيتي للسي اتش 3 اكثر من او اتش. ايش قصدي؟ يعني كنيوكليوفايل هذا اقوى من هذا. خلصنا؟ بالنسبه للبيسيسيتي نفس الشيء، بالدوره الواحد كل ما اتجهت لهيك البيسيسيتي راح تزداد. تمام، هلا هذا بالدورة الواحدة سهل، نيجي هلا لها ايش العمود. بالنسبة للعمود بحكي لك كل ما نزلت لتحت اول شيء البيسيسيتي كل ما نزلت بتقل. تمام، البيسيسيتي كل ما نزلت بتقل، هاي ثابتة. لكن النيوكليوفيليسيتي ممكن تزداد وممكن تقل. تزداد اذا كان السولفنت اللي حاطه فيه التفاعل تبعي بروتيك سولفنت، وبتقل اذا حاطه تفاعل بايه بروتيك سولفنت. تمام، شو هاي السولفنت وشو قصصها شوي صغيرة بناخدها، بس بشكل عام كل ما انزل بالعمود لتحت راح يكون اذا كان بروتك راح يزداد، اذا كان اي بروتك راح يكون ديكريزز، اي بروتك ديكريزز، بينما البيسيسيتي دائما ديكريزز ما بتتاثر بالسولفنت. تمام، ممتاز. بيجيك اسئله بتصير زي هيك مثلا، هلا هذا السؤال شو بحكي لك؟ بحكي لك انه انا واحد هو الاقوى، عندك معطيك دامج اكثر من شغله مع بعض، معطيك مثلا سي اتش 3 اس ماينس سي اتش 3 او ماينس اس اتش اللي هي مع اس اتش ماينس حتكون سي سي اتش 3 عفوا سي اس اتش عفوا سي ال ماينس سي اتش 3 او اتش. تمام، اذا انت عندك هون اول شيء ذرات، ثاني شيء اشارات. تمام، اول شيء بقارن بالذرات، بصير اطلع انا شو عندي ذرات، عندي اس، عندي اس واو سي ال. تمام، طبعا هون لازم يحدد لك انه بروتيك او اي بروتيك، ممنوع انه يحكي لك هيك بشكل عام، فخلينا نحكي بروتيك سولفن. اوكي، فعشان هيك عندك مثلا اول شيء خلينا نحلها سوا، انا عندي شو ذرات، عندي ذرات سي ال و او و اس. تمام، اول شيء باجي اقارن بروتيك سولفنت، باجي اقارن برجع لهذا، هاي طبعا حفظ بصم هذا الشيء اللي درسناه، برجع لهون يلا نشوف شو انا عندي. انا عندي سي ال و او و اس. اوكي، نيجي نقارن اول شيء وينهم هم، هيهم، هاي سي ال هاي الاس هاي الاو. اول شيء انا ببروتك سولفنت. تمام، انا ببروتك يعني كل ما زادت تحت راح تزداد، فاذا بالمحصله الاس والسي ال اكثر من الاو. تمام، لان كان يوكلوفايل السي ال والاس اقوى من الاو، لانه انا كل ما زادت بالبروتك سولفنت حيصير زياده، فاذا هدول التنتين اكثر او اقوى. تمام، هلا الاو اذا بالحصيله كل الاو اقل شيء، اذا هيك حصير الترتيب. هلا الاو هو اقل شيء. طب نيجي نقارن بالدوره الواحده سي ال و اس، شو حكينا؟ حكينا بالدوره الواحده انا هيك عم تزداد. تمام، انا هي عندي السي ال وهي عندي الاس، مين اقوى اذا؟ الاس، صح؟ انا هيك عم بزداد ما بيني هون سولفنت، فاذا مين اقوى شيء عندي؟ الاس. اذا اقوى شيء الاس، بعدين السيال. اوكي، الاس بعدين السيال بعدين الاو. خلص، هاي اول شيء خلصناه. تمام، نرجع للسؤال، بقول لك انا نحكي انه اقوى نيوكليوفايل فيهم، لانه اقوى شيء الاس والسيال كامل نفس الدوره، فراعيت انه انا كل ما اتجهت هيك رح تزداد النيوكليوفيليسيتي، فعشان هيك كانت الاس اكثر من السيال. تمام، بعدين شغله ثانيه كانت انه انا بالعمود الواحد اس والسيال نفس الدوره والاو فوقيهم، كل ما نزلت بالبروتك عم تزداد، فإذا إيش حتكون؟ حتكون عندي الأو أقل. تمام؟ خلصنا هذا الإشي. طيب لسه هو مش هيك، هي أول شي خلصنا الذرات، ضل شو علي؟ ضل الإشارات. راح أشوف شو ضايل، شو عندي من الإس؟ عندي من الإس سي اتش 3 إس ماينس وسي اتش 3 إس اتش. مين أقوى فيهم؟ سي اتش 3 إس ماينس، هي هاي، بعدين سي اتش 3 إس اتش. بعدين السي ال شوفي منها، في منها سي ال ماينس بس. الأو شوفي منها، في منها سي اتش 3 أو ماينس، في منها سي اتش 3 او اتش. نحل السؤال، ما نحل نحل، هي ترتيب. تمام، شوي شوي بنحل السؤال، تذكر كل المعطيات اللي اخذتها وبعدين نحل.
هلا حكينا عن السولفنت عندنا، بس خلينا نشرح شو يعني بروتك، شو يعني اير بروتك. لما احكي بروتك سولفنت معناته ال H بتكون متصلة بشكل مباشر مع O او N او F. حفظ دائما البروتك يعني اذا عندي ال H متصلة ب O N و F، تمام؟ الاير بروتك انه ما في اي اتصال، فاذا سهل اميز. اذا حكى لي والله هذا السؤال كان موجودين بهذا السولفنت، بعرف هذا بروتك، بعرف بناء على النيوكليوفيليستي شو بصير فيهم. بينما اذا حط لي اي تفا اي شيء ثاني ما فيش اتصال مباشر، معناته حيكون هذا اير بروتك، تمام؟ في عندك هون حاطط لك اسماءهم، يعني ممكن تطلع عليهم دي ام اف، وفي عندك هون الدي ان اس او والاسيتون، انه اذا حكى ان اسيتون انه ما اجيب لك الصيغه تقرر انت، فلازم تكون عارف. اخر شيء حكينا بياثر، خلصنا السولفنت، خلصنا النيوكليوفيليسيتي والباسيسيتي. هلا اخر شيء بياثر هو الليفنج جروب، النيتشر اوف ليفنج جروب. طيب بالنسبه للنيتشر اوف ليفنج جروب بحكي لك هلا، هاي عندك ليفنج جروب شو ممكن تكون؟ كود بي ممكن تكون H2O وإيش اسمه تصل، تمام؟ IBRCL هاي بس ممكن تكون هم living group، تمام؟ وبحكي لك إنه the best living group هو H2O أو التصل، أكثر من I أكثر من BR أكثر من CL، تمام؟ هاي شكل التصل. هلا الأشياء اللي مستحيل تكون living group، يعني هي كانت living group ما بصير أي تفاعل، ال H ال R ال OH ال OR وال NH2 والفلور، تمام هيك؟ هلا اخر شيء هون بهاي النقطه بحكي لك انه ممكن انه الاصل الايثر والكحول من الماء، فبحكي لك هلا الماء هو بشكل عام يا اسيد يا بيز، تمام؟ فبحكي لك انا جبت منه كحول جبت منه ايثر، بدي اعرف كل واحد فيهم ايش صار. هاي الكحول ار او اتش، تمام؟ بعتبره بيز لانه في عنده لون بير، وبعتبره اسيد لانه في عنده اتش، بينما الايثر ار او ار بس بعتبره شو بيز لانه في عنده لون بير ما في اي اتش عنده، فعشان هيك هو مش اسيد، تمام. هلا نكمل تشابتر 11. عندنا هلا SN1 ميكانيزم، خلصنا SN2. SN1 ميكانيزم اول شيء بقول لك انه اعطيني الميكانيزم تبعها. صراحه الميكانيزم تبعها مش كثير مهمه، هي عباره بس ان الناس تعرف انه هي عده خطوات، تمام؟ بصير في عندك اكثر من خطوات وفي عندي انترميديات بالوسط، فعشان هيك نحكي الخصائص فورا. الخصائص هم اول شيء حكينا انه بصير في عندي اكثر من ستيب، فعشان هيك عندي انترميديات، تمام؟ ثاني اشي انه هو بيعتمد على شو؟ بيعتمد بس على RX، على RX لحاله، فعشان هيك سميته SN1، تمام؟ طيب هلا في اشي بحكي لك هون بس هيك يعني تفاعل سريع اعرفه، انه هاليد الكل زائد كحول بيعطيني ايثر، وهاليد الكل زائد ماء بيعطيني كحول، تمام؟ هدول بس هيك اعرفوهم سريعا وبس. هلا بحكي لك اخر شيء من تكمله الخصائص، بحكي لك اللي هي رياكتيفيتي. حكينا قبل شوي صغيرة عن بالنسبة عن الاس ان 2، قلنا انه المثل اكثر من برايمري اكثر من سيكندري اكثر من تيرشري. فشو بتوقع هون؟ بتوقع انه هذا بالنسبة لمين؟ كان بالنسبة لاس ان 2، بتوقع باس ان 1 كالتالي. بتوقع انه التيرشري بما انه هم ما بيصير فاكيد حيصير هون، حيكون شو؟ حيكون اسرع واحد فيهم، تمام؟ بعدين السيكندري، بعدين البرايمري، بعدين المثل. وفعليا فعليا ايش الجديد نضيفه هنا؟ انه البرايمري والمثل لا يحدث بطريقه SN1، تمام؟ في صفيه السكندري والتيرشري. اذا تلخص هيك يعني الموضوع، عندي SN2 ما يحدث فيها تيرشري، SN1 برايمري ومثل ما فيهم، تمام؟ فصف المشترك بيناتهم هو السكندري، تمام؟ لهون ممتاز، هذا الاشي لازم تكون عارفينه. شغله ثانيه كثير مهمه اللي هي حكينا هناك عن الستيريوكيمستري، انه اذا كان R خليه S، اذا كان S خليه R. هون بحكي لك اذا كان عندك كايرل، تمام؟ كايرل زي هيك مثلا، هذا تيرشري كايرل، لما عملت مثلا ضفت له H2O ما صار في عندي استبدال، اللي صار انه طلع عندي دول ناتجين. ليه ناتجين مش ناتج واحد؟ لانه لازم انا اشكل واحد R وواحد S، هو كان بهاي الشكل، تمام؟ راح اشيل الاي احط محله OH، فراح يصير عندي شو؟ بيطلع عندي بهذا الشكل هيهم ناتجان، واحد R وواحد S. هلا هذا زمان اخذناه تتذكروا رسمك ميكستشر، رسمك ميكستشر هو انه يكون في عندي برودكت فيه كايرال سنتر واحد R وواحد S، فبالمحصلة هذا اوبتيكالي ان اكتف لانه الفا بتكون زيرو، تمام؟ نشوف هذا المخطط. عندك هذا جدول كتير مفيد، ليه؟ لانه هذا بيخص لك ال SN2 وال SN1 والفروقات بيناتهم، تمام؟ فنفس يعني ما في اشي جديد اللي حكيناه، بس انه السولفنت ال SN2 بيصير بـ Aprotic Solvent وال SN1 بيصير بـ Protic Solvent، تمام؟
تمام. هلا هذا بس هيك انه عشان انت تكون يعني مراجعه لك اللي درسته. بلش هلا بالاليمينيشن، تفاعلات الحذف. تفاعلات الحذف زمان اكيد احنا اخذناهم بالسكند، ان شو كان يصير في عندي، كنت احذف مثلا زي هيك من كربونتين متجاورتين، احذف اشيان يصير في عندي دبل بوند، تمام، تروح تنسق ويصير بدلهم دبل بوند بطلع عندي الكين. هناك شو كنا نعمل؟ كنا بس نستبدل بوجود النيوكلوفايل، هون رح نعمل حذف وجود شو؟ البنز، تمام. لهون هلا شو الميكانيزم؟ الميكانيزم اللي بيصير انه زي هون مثلا ايش بدي احذف؟ ال هاي مع مثلا هذا عندي هي هاليد الكين، او مش هاليد الكين، خلينا نحكي ليفين جروب، تمام، بشكل عام عندي ال وعندي اتش، هون بدي احذف، هون رح يصير في عندي دبل بوند الكين، تمام. هلا بحكي لك الباي بوند از فورمد ان برودكت تو برودوس الكينز ومرات الكاينز، بس احنا هون بناخذ الكينز. فايش الثاني كمان زي ما حكينا انه الاس ان 801 و2 كمان الايكود بي اي 2 اي 1، تمام. هلا نيجي للاي 2 ميكانيزم شوي، هاي ركز فيها صراحه انه دكاتره كل حاجه راح شكل يعني في اشياء هيك كانت شوي مختلفه، فانا راح اخذها زي ما الدكتور حكى لنا. الاول شيء عندنا هنا طلع عندي اي 2، اي 2 شو الميكانيزم تبعها؟ احنا عارفين حنشيل تنتين اشياء من جنب بعض نعمل دبل بوند، بس رح نحكي اول شيء عن شويه خصائص. اول شيء الاي 2 زي الاس ان 2 بصير بوند ستيب، ما في عندي انترميديات. ثاني شيء الريت بيعتمد على مين؟ بيعتمد على ار اكس، هون ما عندي نيوكليوفايل، هون عندي بيز، بيعتمد على الار اكس والبيز، تمام، عشان هيك اسمه اي 2. اخر شيء كثير مهم بحكي لك الكربونتين اللي حتحذف منهم لازم يكون في شروط معينه. الشرط الاول لما يكون زي هيك الشكل عندك، في عندي خلف وامام وهيك قصص يعني 3D، لازم اللي اعمله اني احذف مثلا الاكس مع الاتش، صح؟ الاكس هون امام، اذا بحذف اتش معها امام، ما بحذف الخلف اللي معها، مع انه تنتين على نفس يعني هون ما فرقت علي، ما كان عندي 3D مبين، بس هون مبين، فلازم امام مع امام. هي اول شيء. ثاني شيء لازم يكونوا عكس بعض، هي اكس وهي الاتش عكسها، تمام. لهون هذا الشيء اكثر شيء بكون واضح عندي، يكون في عندي زي هيك 3D وكل شيء تمام. هناخذ عليه شويه اسئله. نيجي هون التدريب الاول، اول شيء هون بحكي لك مثلا عندك هذا، هاي الكربون اللي عليها البي ار، يعني هون بدي احذف من اشي حواليه. انا ايش في عندي اشياء حواليه؟ طلع عندي هون هاي الكربون عليها بي ار، شو عليها حواليها؟ عليها اول اشي هاي الكربونة جنبها، هاي ثاني اشي هاي الكربونة، ثالث اشي هاي الكربونة، هذا الاشياء بيجاوروها، تمام؟ ممتاز، يعني الاتش حتكون واحد منهم راح اخذها. اللي صار هون انه راح احذف اول شيء البي ار بالخلف، لازم الاتش اللي اخذها تكون بالخلف، يعني هلا هون مش مبين، راح اخذ اي اتش فيهم وتصير هون سي اتش 2، تمام؟ بس المهم انه راح اشيل، المهم انها يعني لازم تكون كانت بالخلف، اذا وضح لي اياها. زي هون مثلا انا واخذ باخذ هاي الاتش، هون باخذ هاي لهاي، باخذ هاي الاتش، ليه؟ لان لازم بالخلف. خلف خلف، هي اول نقطة. ثاني نقطة شغلة العكس بعض هون مش كتير واضحة. يعني هو صراحة بالمنطق انه تكون مثلا بي ار هون هاي لازم تكون عكسها، بس هون الدكتور مش كتير وضحها، فعشان هيك انه يعني هون رح ناخذهم كلهم رح نجربهم. تمام، اصلا مش كلهم حسب الميجر والماينر لسه حيفرق، بس مبدئيا حناخذ شلنا اللي هم الاتش خلف خلف، هي اهم نقطه. هلا اللي صار عندك هون، هي هم طلعنا كل مره نات الشكل، يعني مثلا شلنا الاتش معها، شو صار في عندي هون؟ دبل بوند بهدول التنتين. شلنا البي ار مع الاتش، هاي صار في عندي دبل بوند بهدول التنتين. شلنا البي ار مع الاتش، هاي صار في عندي دبل بوند بهدول التنتين، تمام؟ ممتاز. هلا بعد ما طلع معي هذا الاشي رح اشوف شو اللي صار. اللي صار عندك هون انه لما تيجي تلاقي مين الميجر فيهم هتصير تحسب هاي الدبل بوند، شوفي حواليها ار جروبس، حواليها واحد اثنين ثلاث، فالثري ارز. نيجي لهاي، شو حواليها؟ حواليها واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة ارز. نيجي حوالين شو؟ هاي الدبل بوند حواليها واحد اثنين ثلاثة تو ارز. فإذا هيك بتقدر تحدد مين الميجر مين الماينر، وأقل واحد فيهم يعني بيطلع بنسبة كتير ضئيلة بالنسبة لإلهم، ما بقدر حتى أحكي عنه ماينر، كتير قليل لأنه بيطلع، تمام. ممتاز. هلا جربنا نشيلهم من الكربونات الهيدروجينات من الكربونات المجاورة، حددنا بعدين أكثر شيء إيش أكثر استقرار. في شيء كثير مهم لازم أنوه عليه إنه بيحاسبوا عليه، إنه أنت هون كان في عندك 3D، صح؟ لما إمنا هذا الإشي صار في عندك دبل بوند هون، ممنوع تحط هون الإتش الضايلة، الإتش الضايلة هي الأمام، ممنوع تحطها أمام زي هيك، كثير غلط تحطها إيش أمام. ليه؟ لأنه أنا لما صرت بالدبل بوند قديش يعني التهجين؟ SP2. ايش معناها؟ معناها عندك الزاوية 120، فإذا الزاوية 120 معناها، إذا الزاوية 120 معناها ايش رح يكون؟ مستحيل انه يكون في 3D، تمام؟ لأنه الزاوية 120 يعني ايش بلانر حيكون، عشان هيك ما بصير أخليها بالأمام وبالخلف وهالقصص. هلا مثال ثاني، هلا هذا نفس المثال بالضبط، بس راعى هون انه في عندك البي ار هي، تمام، بدي اشيلها مع الاتش، اجرب اللي حواليها هو عادي كل شيء نفس المبدا، بس اجيت اجرب اجيت على هاي الجهه لقيت الاتش هاي امام هاي خلف، ما باخذ من هاي الجهه،
اصلا ما بفكر فيها. عندك زي هذا مثلا السؤال، اشيل بي ار مع اتش حواليها، مين راح اشيل؟ هون مش مبين عندي امام وخلف، عندي مبين ايش عندك انه يعني ابو داون، خلينا نحكي يعني عكسها. نحن نراعي هون شغلة العكس، اذا كان 3 دي براعي الخلف والامام، واذا بدك اراعي العكس كمان احسن. نيجي هون البي ار هاي شيلها مع اتش، هاي الاتش صح ولا هاي؟ اكيد هاي لان لازم يكون ايش عكسها، فبتيم هاي مع هاف الدبل بوند حتصير هون. تمام هيك؟ ممتاز. هلا نيجي لاي 1. هلا بالنسبة لاي 1 ميكانيزم، بحكي لك اول اشي بيكون عندك ايش الفكرة؟ هلا هو فعليا السهل بالاي 1 انه هي ثابتة. بكون في عندك على الاغلب كحول مع H2SO4 H3PO4 احد هاي الحموض ويمنع استخدام HX. اللي بيصير انه بيروح يعني بيروح مثلا الكحول، بيصير في عندك الكحول مثلا بيروح مع ال H هاي او H مع ال H بحذفهم، بصير في عندي دبل مود. تمام بشكل عام. لكن شو الميكانيزم فعليا اللي بتصير؟ الميكانيزم اللي بيصير انا بصير في عندي اكثر من خطوه، وبيطلع عندي هاي الخطوات اكثر من خطوه، وبيكون في عندي انترميديت. تمام. طيب عمين بيعتمد هون الريت؟ الريت بتعتمد على السلسلة اللي عندك اللي هو الإشي اللي بلشت فيه أنت. تمام؟ فهو مثلا الكحول، وعلى الأغلب إحنا كحول اللي حنضل ناخذ من الإي 1، فإذا الكحول هي اللي بتعتمد عليها السرعة. ممتاز. هلا مثلا زي هيك أسئلة، هي طلع عليهم ما فيهم إشي بيكون زي هيك مثلا أو إتش مع الإتش اللي أحدث، ما فيهم إتش فراح أحذف هاي مع هاي بصير عندي دبل بوند. تمام؟ ثاني إشي معلش مرات بيطلع عنا إشي جديد. هلا هون الإي 1 في إشي رح نراعيه فيها، بس هي يعني ما تفاجئ حالك إنه كل تفاعلات، لا لا، بس الإي 1 تراعي فيها ممكن يصير ري ارينجمنت. زمان اخذناها ري ارينجمنت. تمام، ما بدي اياك تخربطي كثير. يعني مثلا عندك هون هاي هذا الكحول مع H2SO4، انت بالعاده شو راح تعمل؟ راح تشيل OH مع H وتعمل دبل بوند. تمام، بغض النظر عن التفاصيل هاي، نيجي هلا نعمل له ايش؟ ري ارينجمنت. ري ارينجمنت شو كانت معناها؟ معناها اخليه اكثر استقرار. فاللي صار هون عندك انه صار في عندي شفت من هاي الجهه لهاي الجهه. تمام، فصار عندي شفت لهون، فلما صار الشفت هون عندي صار الحذف بين هاي وهاي، صار في عندي هون دبل بوند. تمام، اذا صار في عندي شفت لهاي الجهه لان اكثر استقرار بصير عندي هون، بصير في عندي اكثر من ار. هلا بفرجيكم كيف. هي هون صار، فصار في عندي هاي ار وهي ار وهي ار، يعني هاد تيرشري، والتيرشري اكثر استقرار بالكربوكاتيون. فعشان هيك يعني هذا هو الميجر حيطلع معك، فبتروح هاي او بتروح خلينا نحكي من شيء من هون من هون، بصير في عندي دبل بوند هون. تمام، هذا بصير هو الميجر. تمام هلا اخر شيء رح ناخده، هو مش شيء جديد، هو مجرد سمري لكل شيء اخذناه. الملخص هذا بيجي يحكي لك مثلا كيف انا احل فيه. بحل فيه بيجيك السؤال، بتسال حالك شو الهاليد الكل النوع اللي عندي؟ والله نوعه تيرشري. بروح دغري ببرمج مخي رح اروح على مخطط تيرشري، او والله كان المخطط او كان السؤال سكندري بروح على مخطط سكندري، كان برايمري بروح على مخطط البرايمري. تمام، مخططات كان تيرشري. ممتاز، بروح اشوف شو في عندك على السهم. اذا في عندك H2O وROH بيكون ميكانيزم SN1، حيصير استبدال. ايش استبدال؟ يعني شيل X حطه OH او OR، طبعا حسب ايش اللي عندك كان. بينما اذا لقيت على السهم OH minus OR minus NH2 minus R minus CN minus، ايش رح يصير؟ رح يصير E2، يعني حتحذف H مع X، حيصير في عندك دبل بوند. هون الاشي المهم انك بدك تحفظ كل هدول، يعني ما تحكي انه خلص بسرعه وانه يعني الباقي بعرفهم، لا لا، هدول حفظ بالضبط، يعني ممكن يتكرروا معنا بطريقه ثانيه، فبدك تحفظهم كلهم هدول الخمس أبدأ احفظهم. تمام، بس نراعي شغله انه حكينا لازم ننتبه مثلا بإي 2 عم بيطلع عندي الكين صح؟ لما يطلع عندي الكين لازم اراعي مين الميجر مين الماير اذا طلب مني، بينما بالاستبدال SN1 اخذناه ثاني واحد لازم اراعي يطلع عندي رسمك ميكستر اذا كان في عندي كايرل بالتيرشر. هذا مش طبعا بيطلع عندي واحد ار وواحد اس. تمام، هاي بس ملاحظتين على SN1 وإي 2. بينما اذا كان عندك برايمري، اذا كان في عندي التفاعل بعطيني برايمري هذا الالكين، شو اعمل؟ بحكي لي بعطيك شغلتين، يا ما حيكون معك هاي الاشياء او اتش ماينس او سي اتش 3 ماينس او سي اتش 2 سي اتش 3 ماينس سي ان ماينس سي اتش ماينس. تمام، بوجود هذول كلهم على السهم بصير مع هذا البرايمري اس ان 2. ايش يعني اس ان 2؟ بتشيل الاكس تحط محلها النيوكليفايل اللي معك. تمام، هذا اول شيء لازم احفظهم كلهم. لاحظ كررت معنا سي ان ماينس، بس مع التيرشري كانت تعمل اليمينيشن. لاحظ هاي الشغله، هلا مع البرايمري عملت اس ان 2، فلازم انتبه لهذا الشيء. بحكيكم احفظوهم كليتهم، مو قبل وقت الامتحان، من هلا بلش احفظوها عشان يرسخوا مخكم. هلا الشيء الثاني اللي هو شو؟ الشيء الثاني اللي هو مركب البلك. ايش هذا البلك؟ هذا عباره عن مركب حجمه كثير كبير وبيعمل دائما اليمينيشن. طلعوا هيو كيف شكله، هيو
هات زيرو سي اتش 3 باي 3 سي او كي، بيهمنيش الكي، بيهمني الجزء الماينس. هيو هيك شكله بيكون بلك. ايش يعني بلك؟ يعني هذا رح يعمل عندي اليمنيشن، فبس اللي بيصير حيطلع عندي الكين، حتشيل الاتش مع الاكس ويصير في عندك الكين. اوكي هلا خلص هدول بس امثله ليكي عشان تراجع كيف تدرسها. تمام نيجي هلا للسكندري. بالنسبه للسكندري عندك هيو كالتالي، عندك هذا السكندري. السكندري بتتذكروا لما حكينا عن هدول الاشياء، طبعا هدول الاشياء بيساعدوكم انه مثلا الاس ان 2 صار في مثل وبرايمري، سكندري ما صار تيرشري. الاس ان 1 صار تيرشري، سكندري ما صار برايمري مثل. فاذا ايش اجى برايمري وخربطت والله هو الاس ان 1 والاس ان 2، ابدا ما راح يخطر ببالك ايش انه يعني تخربط بهي الطريقه. خلص دغري حتحكي برايمري ما بصير باس ان 1، انه اكيد معناته حتكون اس ان 2. تمام. فاللي احكيه هون انه مثلا براعي هذا الشيء، يعني عندك السكندري هو الوحيد اللي حنشتغل عليه لانه مشترك بيناتهم. فالسكندري كالتالي بصير فيه، عندك بالسكندري عندك ممكن يجي اول شيء سي ان ماينس اس اتش ماينس او ان اتش 3 بهاي الطريقه على اللومبر. تمام. شو بصير وقتها؟ بصير استبدال اس ان 2، بشيل الاكس بحط النيوكليفايل اللي عندي بحفظهم الثلاث. نيجي للاس ان 1 اللي بصير فيه، الاس ان 1 بيكون اتش 2 او وار او اتش. تمام. بشيل الاكس اللي عندي وبحط النيوكليفايل. دائما حاول اربط، اتذكروا عندكم كان بالتيرشري كان في عندي ايش اس ان 1 صح؟ بالتيرشري اول واحدة، لا ارجعوا له انتو بالتيرشري اس ان 1 بوجود ال H2 او ال ROH كمان صار اس ان 1. نفس الشيء بالسكندر بوجود ال H2 او ال ROH اس ان 1. اربط عشان انت ما تخربط. تمام. واخر شيء صار في عندي OH minus RO minus NH2 minus R minus، احفظهم الاربعة، بصير في عندي E2. تمام. حكينا نرجع نراعي بعض الاشياء. حكينا اول اشي عندك اذا صار في عندي اس ان 2 لازم اراعي اذا كان R يصير S او اذا كان S يصير R. إذا كان عندك إليمنيشن رح يصير الكي، معناته لازم أراعي الاستقرار. تمام؟ وفي هون نقطة صغيرة إنه مثلا إذا خربطت تحط ترانس ولاسس، تحطهم ترانس ولاسس بيطلع ترانس لأنه مور ستيبل. تمام؟ وإذا كان عندك اس ان 1 لازم تراعي إنه يطلع عندك انانشومرز، يعني واحد ار واحد اس برسمك ميكستشر. تمام؟ هاي هي يعني ملاحظات هدول. فأنت تحفظ كل هدول المخططات، تحفظهم حفظ كثير منيح عشان ما تخربط الامتحان. دغري بخطر ببالك على المخطط تروح بتعرف تحل السؤال. اخر اشي تمام، ضل بس علينا هدول الشغلتين. طبعا المخططات رح اعطيكم لينك التفريغات. تمام. هدول الشابتر 10 و11 وتاخذوهم منهم ليكون اوضح لين اصورهم. هلا عندك اول شيء اخر اشي، لاحظ المخططات ما حكينا ابدا عن اي 1 ابدا ابدا، ما جبنا سيرتها. فهلا هون حكينا اي 1 كثير لطيفه وكثير سهله، فرح نحكي عنها هون تفاعلين كثير بسيطين. بس قبل بدي اوضح شغله. مرات زي هيك عندك سي اتش 3 سي ال، هذا مثل هيلايد زائد هذا البلك. البلك انا انت شو عارف بيعمل اليمنيشن صح؟ فانت بتتوقع انه والله طالما هيك برايمري وهي اهم شيء برايمري، قصدي مثل، انت بتعرف البرايمري مع البلك لازم يعمل اليمنيشن. طب المثل مع البلك شو اعمل؟ اصلا ما في يعني ما بقدر اعمل اليمنيشن، كلها سي وعليها ثلاث اتشات وسي ال، يعني ايش ما ايش احذف، فيش كربونتين اصلا. فعشان هيك بهاي الحاله بنضطر شو نعمل؟ بنضطر انه نعمل استبدال، ونوع الاستبدال بيكون هنا اس ان 2، بشيل السي ال بربط من محل الاو. تمام. اخر شيء بالنسبه للاليمنيشن اللي حكينا عنه، الاليمنيشن عباره عن كحول بوجود بيكون مع H2SO4، كحول مع H2SO4 او H3PO4 بوجود حراره. فشو اللي بيصير؟ بس بيصير الكحول بتقيم مع الاتش بصير في عندك برايمري. اذا كان كحول هيو اي مع الاتش هيو بصير عندك ايش؟ برايمري. تمام. شو برايمري؟ قصدي دبل بوند الكين. تمام. بس هذا ايش بصير بالسكندري وبالتيرشري. تمام. لهون هيك بنكون ختمنا المادة. يعني المادة هي بدها حفظ وتركيز، لهيك ادرسوها منيح. معلش يعني اسهروا إذا يعني معجوقين بالمادة، أنا آسفة إني تأخرت فيهم بس ما كان مخطط قبل إني أعملهم فاضطريت إني أتأخر فيهم. فادرسوا منيح وإن شاء الله كل خير. أي حد بده أي إشي يبعث لي والله يوفقكم. وإن شاء الله يجي الامتحان سهل. مهما مليت الامتحان شوي طويل ما تستسلموا، بدكم حلو عن جد، جمعوا علامات قد ما تقدروا وربنا يوفقكم. إن شاء الله ما أكون قصرت في المادة.